عبد الله جمعه وعمر جابر شايفهم بيشتغلوا ازاي الماتش ده؟ يمكن الماتش الاولاني من ابرز عيوبنا ان الطرفين ما بيزيدوش خالص، يعني هاني عمل الجون في اول 4 دقايق وبعدين ثبت، واحمد ايمن منصور ثبت، الماتش ده كانوا طايرين شويه. كابتن حازم، عبد الله جمعه احسن باك ليفت في مصر دلوقتي طبعا، بس فتوح جامد جدا بصراحه، وعبد الله عنده باور اعلى طبعا منه. بس فتوح عمل سيزون جامد باستثناء ماتش الترجي، بس فتوح عمل ماتش كويس، بس فتوح كويس، فتوح كويس، بس عبد الله جمعه عنده باور اعلى منه. فتوح بيلعب بدماغه اكتر طبعا، ذكي جدا في المواقف الصعبه وكده، لكن عبد الله عنده باور كويس. مشكله عبد الله كابتن حازم ان انت هو عبد الله طبيعه رجليه، انا فاهم كويس جدا لان انا جسمي كان زيه على اطول طبعا، هو رجليه كبيره، رجليه تقيله، الرجلين التقيله دي هو بيعمل كل حاجه باور، كل حاجه بيعملها باور، حتى بيعمل سلايد تاكلز كتيره جدا وبتاع. اللعيبه اللي بتلعب بالشكل ده وما بتعملش شغل بتاع انجري بريفنشن وشغل حمايه من الاصابه وشغل سترينث اند كونديشننج كتير، بتتعور كتير. فانت لو رجعت شفت عبد الله جمعه كابتن حازم هتلاقيه ان هو كل 5 6 ماتشات لازم يجي له هامسترينج، لازم 3 4 ماتشات بره. ليه؟ لان هو اللعيب اللي زي عبد الله ده انا فاهمه كويس جدا، كل تمرينه بيعملها باور، هو ربنا خلقه كده بيشتغل بالشكل ده، لازم يبقى في رتم يهدى شويه، لازم لا هو مش عارف يغير الرتم ده دلوقتي، بس لازم لا ده في التمرين على الاقل في الحياه. ما ده بقول لك لازم في التمرين يبقى بياخد دوزز اقل ويشتغل سترينث اند كونديشننج كتير، لان هو كده كده بيعمل شغل باور كتير جدا. وانا شفت لعيبه كده كتير ومرنت لعيبه كده كتير، محتاج ذكاء كبير جدا في التعامل معاه في التدريب، لان هو انا عارف اللعيبه اللي زي دي كابتن حازم انت اكيد لعبت لعيبه زي عبد الله جمعه مثلا ما كانش موجود في المنتخب خالص، عيل ابو فتوح شايف ان بدايته كانت النهارده وهيثبت نفسه كباك ليفت منتخب مصر او من الباكات ليفت الاساسيه. انا شايف ان هو بصراحه لازم يبقى موجود بصراحه، يعني انا بصراحه يعني لو انت بتتكلم كلام عقل صح، كلام عقل صح، لازم عبد الله جمعه وفتوح يبقى هما الاثنين باكين ليفت منتخب مصر.